ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. انا وحشتني جدا 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 هدوم شي ان، وحشني قوي الاوردر بتاع شي ان، وحشني ان انا اقعد اختار القطع وكده واستناها تيجي، ولما تيجي اشوفها عليا واشوفها في ايديا وبتاع. فالمرة دي انا مش عارفه، متحمسة قوي للاوردر بتاع شي ان، فتعالوا بقى نشوفه مع بعض. اول حاجه البنطلون ده بنطلون رجالي، طلبت لطارق بنطلون من شي ان، فضلت اقول له بقى بص انت الجنسات لازم تجرب بتاع شي ان، الجنسات بتاعتهم فظيعه وانا بحبهم جدا وبتاع. فهو اختار البنطلون ده، انا مش عارفه اقوله لكم دلوقتي في ايديا لان هو مش في البيت ولابسه، بس عرفت اصوره لكم عليه وهو لابسه عشان تشوفوه على الحقيقه يعني عامل ازاي. البنطلون لونه حلو قوي، خامته تجنن، وهو جايب لارج، والمقاسات احنا شفناها طبعا على اساس ان احنا قسنا مقاسات طارق نفسه يعني، وفي نفس الوقت كمان شفنا الريفيوز اللي تحت القطعه، فالمهم يعني استشفينا في الاخر ان مقاس لارج هيبقى مظبوط عليه، وفعلا لارج جاء وتمام عليه جدا. تاني حاجه بقى بتاعت بلال، حاجات للاطفال. للي ما يعرفش عشان في ناس هتستغرب، طارق ده جوزي وبلال ده ابني. بلال عنده 5 سنين، اوكي؟ فانا جبت له الست دي على بعض، هتشوفوا شكلها دلوقتي على الويب سايت. على الويب سايت هي ما جابوش طفل لابسها، هي متصوره بس كده. اللبس دايما اللي بيكون متصور لوحده ده بيبان ان هو خامه، ولما بتيجي تشوفيه بتلاقيه خامه تانية، او على الاقل ده اللي حصل معايا في القطعه دي. انا كنت متخيله ان السويت شيرت تقيل كده شتوي يعني، والبنطلون هيكون ميلتون بتاع هبط هبط تشتغل دلوقتي. فالمهم يعني ان الصراحه الخامه ما طلعتش زي الصوره. اولا هو الشكل زي الصوره بالظبط، او السويت شيرت من فوق لونه جراي ومكتوب عليه بريف، شكله حلو قوي. والبنطلون بنطلون برضو اللي هو سويت بانس لونه اسود، بس خامتهم بقى خفيفة جدا. خامتهم مش وحشة يعني، مش ورق ولا بلاستيك ولا بتاع، بالعكس هي خامتهم من جوه، يا رب بس تبقوا عارفينها او باينالكم. خامتها حلوة بس مش زي العصورة، او مش زي ما انا كنت متوقعة، بحسبها شتوي تقيلة. فدي كمان مش هتنفعه في صيف، لان بكم وبتاع وبنطلون، انا بلال في الصيف حرفيا مش بلبسه غير تيشيرتات نص كم وشورتات بس. فده عايز بقى الجو اللي احنا هنبقى داخلين عليه، اللي هو مش ساقعة ومش حر، ده خريفي ربيعي. وبلال جبت له منها مقاس 130، هو مكتوب عليه 130، انا مش فاكره اخترتها، كان بناء مكتوب ان السن تقريبا يمشي جنبه رقم كام حاجه كده، ودي كبيره شويه على بلال شويه يعني. ندخل بقى في حاجتنا احنا كبنات بقى. اولا اللي انا لابساه ده جزء من طقم او ست على بعضه، بنطلون والله العظيم مش عارفه اقول عليه ايه. بصوا يا جماعه ده ست، زي ما بقول لكم المفروض ان هو حاجه كاجوال تنزلي وتطلعي تجيبي بيها كده حاجه سريعه وبتاع، بس يخرب بيت الشياكه، شيك جدا جدا جدا، لانه عامل حاجه بالنسبه لي انا جديده اول مره اشوفها، فكره ان الحاجه تبقى كاجوال بس القصه بتاعته فيمينين كده وانثويه وبتاع، فاهمين؟ ده كده شكله حلو وشيك. ده لونه جراي، وبصوا الكم هتلاقوه كده عامل خطوط سودا، شايفين مثلثات كده او زجزاج. انا لابسه تحتيه بلوفر لان هو من هنا كل ده مفتوح، انتوا اكيد هتشوفوه عليا دلوقتي كامل يعني. هو عامل كده، والاسود ده انا لابسه تحتيه توب، فاهمين؟ وطالع بقى كده من عند الصدر، اكيد انتوا شايفين في من ورا الكابيشو، وممسوك من الوسط كده باستيك، وبعدين نازل الحز الاسود ده ماشي كده على التوب كله، شكله خطير. ومن قدام قصير ومن ورا طويل، وفي فتحتين كده من الجنب، شكله شيك جدا. قصته خطيره، قصته خطيره، وخامته جميله. انا مش عارفه الخامه دي تعتبر ايه، صوف ناعم خفيف يعني، دي برضو مش شتوي، ممكن تبقى خريفي زي دلوقتي. انا مخليها شتوي بان انا لابسه تحتيها البيزك ده شتوي مش حاجه خفيفه، فهو دلوقتي كده انا متدفيه، فاهمين؟ اهو ده كده البنطلون بتاعه، برضو لونه جراي، وفي زجزاج ده الاسود كده، وفي من جنب خط اسود، وباستيك من تحت، وهو برضو باستيك من فوق. البنطلون نازل مظبوط، مش واسع قوي ولا ماسك على الرجل، نازل كده مظبوط. انا جايبه منه مقاس سمول، ومقاسه مظبوط عليا حلو جدا. وفي منه الوان، والوانه كلها تجنن. انا اصلا كنت محتاره ما بين الجراي ده وما بين البيج، البيج برضو خطير، وانا غالبا هطلب البيج ده في اوردر جاي تقريبا. بصوا انتوا هتحسوا ان القطع كلها لونها اسود، بس اوعدكم في الوان في النص، كام لون كده بس الباقي كله اسود فعلا. معرفش ليه اخدت بالي لما الاوردر جه ان ما شاء الله البوكس كله اغلبه اسود. المهم الحاجه اللي بعد كده جبت التوب ده، بصوا هو توب اسود ساده عادي ما فيهوش حاجه، ستايله كده مضلع، شكله كيوت جدا 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 بجد، وشيك قوي 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 يعني. وده خامته خفيفة، يعتبر صيفي ما يعتبرش شتوي، بس برضو قماشته نفسها حلوة جدا. وده انا جبت منه مقاس ميديم، بس الياقة بتاعته خطيرة، عجباني جدا. هي كمان طبقتين كده فوق بعض، واحدة نازلة كده، وواحدة دي اللي فوقيها بقى اللي متطرزة ورد كده، وفيها لولي وسترس وبتاع،
وفيها ورد بارز كمان، مش عارف ممكن يكون باين لكم ولا لا، اهو فشكلها حلو قوي قوي قوي، ناعمه قوي يعني. انا مش عارفه بالظبط يعني التوب ده انا هكون نصقته على ايه او لبسته على ايه دلوقتي وانا بوريكو، بس غالبا غالبا هيبقى على البنطلون ده. جبت البنطلون ده الجلد، اول مره في حياتي اجيب بنطلون جلد وبليسيه. البنطلون ده اعتقد كذا حد جاب منه، تقريبا دعاء متهيألي نوج، بس هو البنطلون فعلا حلو، شكله حلو جدا. الميزه بقى ان هو من جوه مش جلد مثلا او ناشف يمسك على الرجل ولا بتاع، في طبقه كده شايفين ناعمه فمش بيلزق على الرجل يعني، فاهمين؟ وخلي بالكم طبعا لان الجلد ما فيهوش ستريتش، او ده على الاقل يعني ما فيهوش ستريتش، فخلي بالكم من المقاس، هو بسوسته كده بس من ورا. فعشان كده انا ده جبت منه مقاس ميديم. ماشي، انا قلت كده اكسر اللون الاسود بحاجات ملونه شويه، وبعدين نرجع نكمل الاسود تاني. جبت البنطلون ده كنت عايزاه جدا جدا، اهو ده شكله كده من فوق وهو واسع وعامل كده من تحت، فانا ده عجبني جدا، لونه حلو قوي. وفي بقى الكسر اللي من هنا دي اللي بتخليه ينزل كده على واسع من هنا، فعجبني جدا جدا. ده انا جبت منه مقاس سمول. يلا هدخل لكم لون جديد اهو، مش خساره فيكم. جبت السويت شيرت ده لونه كده لافندر، ده شكله هو اوفر سايز جدا كبير. على فكره انا لحد دلوقتي ما قستهوش، فانا مش عارفه في اللبس هيبقى شكله ايه، اكيد انتوا شايفين دلوقتي قدامكم. انا كمان جايبه منه مقاس سمول، مكتوب عليه كاليفورنيا ويست كوست، بس خامته حلوه جدا، خامته الميلتون زي البنطلونات السويت بانس اللي انا كنت جايبهم قبل كده من شي ان وبعشقهم. وانا اصلا بقى جايباه عشان ستايل معين، اذا نفع فهتلاقوني لابساه هنا، اللي هو على السكيرت دي او الجيبه دي. انا جبت كده جيبه سودا، هي من فوق هنا بس كده فيها كسر، مش عارفه بقى باينالكوا ولا لا، هنا كده وبعدين نازله مفروده. فالستايل ده بتاع الجيبه اللي هي تبقى نازله واسعه وعليها سويت شيرت طويل كده واسع نازل عليها وكوتشي وبتاع، طالع موضه وعجبني، شكله حلو قوي. فانا معرفش هينفع معايا ولا لا، هل انا لبست، لو لبسته كده يبقى انا عجبني. بس فالجيبه دي برضو جميله جدا، بس هي عايزه تتكوى يعني. والجيبه دي برضو جايبه منها مقاس سمول. وللي ما يعرفش وزني وطولي، عشان انا دايما بنسى اقول، طولي 168 سنتي ووزني 57 58، بطلع وانزل في الرينج ده. حاجه كمان بقى ممكن تلاقوني لبستها على الجيبه دي، مش متاكده يعني، هو التيشيرت المخطط ده. جماعه انا بحب قوي التخطيط ده، الابيض في اسود ده الرفيع بالذات، ده عادي تيشيرت كده بكم يقطع عامله كده، وكمه برده هنا ممسوك بس نازل من تحت في الاخر كتيشيرت عادي يعني. ده بقى ممكن ادخله كده جوه السكيرت دي والبس عليها بقى برده كوتشي او حاجه في رجلي وفي الشنطه، ويكون هما اللي ملونين او بتاع يدوا لون للطقم يعني. ارخم حاجه بس في التيشيرت ان في بادج هنا كده، رابر كده او زي الكاوتش، مكتوب عليها بروجريس، مش عارفه ايه ده، بس يعني ايه، انا حاسه ان هي متخيطه كده اي كلام، فدي لو نفع ان انا اشيلها هشيلها بصراحه، غالبا هينفع اشيلها، متخيطه خياطه كده من على الوش يعني، فانا دي غالبا البادج ده هشيله لان شكله رخم قوي يعني. بس هو برده خامته حلوه وناعمه جدا، وانا جايبه منه سايز ميديم، مش عارفه ليه بصراحه، بس اكيد كنت عايزاه يبقى اوفر سايز زياده ولا حاجه لان هو واسع جدا يعني. اخر حاجه في هدوم الخروج، وبعد كده عندنا بيجامتين. جبت بنطلون جينز مام فيت تاني، لان انا بعشق جينزات بتاعه شي ان، وانا عندي بنطلون ابيض مام فيت كان حلو جدا بالنسبه لي ما فيهوش غلطه، فكنت عايزه منه الازرق بتاعه بقى، بقالي كذا مره عايزه اجيبه وبنسى تماما احطه، فجبت منه اخيرا الازرق بتاعه. جبت الدرجه دي، انا بحب قوي الدرجات دي، جايبه منه برده، استنى اتاكد، جايبه منه برده مقاس سمول، خامته خطيره، بصوا تقيل ازاي وناشف، وده ما فيهوش ستريتش، خلي بالكم يعني، فلازم تجيبوا مقاسكم مظبوط. فحلو جدا جدا، وبرده الوسع بتاع رجله من تحت مش واسع اوفر ولا نزل، بيبقى فيه حاجات شكلها غريب كده. البنطلون خطير. جبت بقى بيجامتين شتوي، لان انا حرفيا اخدت بالي ان انا من ساعه ما في مره جبت بيجامه من شي ان للشتا، وانا دي اكتر بيجامه بتدفيني، وبعدين ايه مثلا اخد شاور واغيرها اروح اغسلها على طول عشان اول ما تنشف اروح البسها تاني. بحبها جدا، خامتها حلوه جدا، اتغسلت بجد 100 مره وزي ما هي، ولا خياطه اتفرتكت مثلا ولا لون باظ ولا مش عارف حصل، ما حصلش اي حاجه، وبتدفي وجميله جدا. فقررت ان انا لا اجيب بيجامات تانية شتوي حتى لو الشتا بيخلص مش مهم. فجبت البيجامه دي، خامتها ناعمه جدا، ناعمه، بصوا المنظر عامله ازاي، باينه دي كده لونها كافيه مثلا او حاجه، او بيج كافيه كده، مش عليه اي حاجه غير بس الرموش دي، ودول انا جبت منهم مقاس ميديم. البنطلون بتاعها كمان احلى واحلى، بصوا المنظر، انا بحب البوكا دوتس دي. البيجامه اللي انا كنت جايباها قبل كده كانت بينك والدوائر دي بيضة، فبصوا بقى البنطلون ده لونه كده البني ومنقط، فبصوا لونين مع بعض،
البيجامه جميله جدا 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 وبجد خامتها فظيعه. لاست بيس معانا اخر حاجه بقى جبتها بيجامه برضو، بس جبتها لونها جراي وعليها سحاب. بصوا الصراحه هي شكلها مش احسن، مش احلى حاجه يعني، شكلها عبيط كده، خصوصا ان اللي فوق زي اللي تحت، هي نفس البنطلون، فحاسه ان هي عيالي قوي، ويعني لو كانت من فوق ساده مثلا زي التانية كنت هحبها اكتر، بس قشطه مش مشكله. انا زي ما اقول لكم مهم عندي ان البيجامات بتاعت شي ان بتدفي وبتستحمل، فجبت دي كده لونها جراي وفيها السحاب الابيض دي، شكلها حلو برضو يعني مش وحش. ونفس المقاس جبته ميديم، وبنطلونها برضو نفس الكلام كده نفس الشكل بالظبط. مش قادره اقول لكم بجد على النعومه، الخامه تجنن خطيره، ففعلا ما تفوتوش بيجامات شي ان خصوصا بتوع الشتاء والارواب. الروب برضو اللي عندي من شي ان بموت فيه. وبس كده يا بنات، دي كده كانت كل القطع اللي معايا، يا رب القطع تكون عجبتكم. قولوا لي برده ايه اكتر حاجه عجبتكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش ان احنا لينا كود خصم في شي ان هيديكي 15% خصم. الكود ده اسمه ميار، هحطه لكم هنا في الشاشه وتحت في صندوق الوصف، وطبعا هسيب لكم لينكات كل القطع اللي انا اتكلمت عليها دي برده تحت في صندوق الوصف. وبس كده الفيديو يكون خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.